أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجوز للقاضي أن يقضي بين الناس بأن يلتزم مذهبا معينا مثل مذهب الإمام مالك؟ نعم، لولا هذا ما تمت الأمور. لازم أن القاضي في الإقليم أو في البلد أنه يلتزم بمذهب أحد الأئمة، إلا إذا دل الدليل على قول في المذهب الآخر هو يتبع الدليل. أما ما لم يتبين دليل والمسألة كلها اجتهادية فيأخذ بمذهب الذي عليه الدولة، المذهب الذي عليه الدولة ما دام المسألة اجتهادية ولم يتبين فيها دليل. أما إذا تبين الدليل فلا قول لأحد مع الدليل. نعم.